السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع في الكل، تحية إليكم أينما كنتم. صباح الخير، صباح الورد، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. صباح الكابتشينو يا إخوة. بسم الله. حاليا يا إخوة الساعة 7 صباحا تقريبا. فيديو اليوم بإذن الله سيكون فيديو مميز. اليوم مش نمشي نصور ان شاء الله 7 شلالات يا اخوة، مكان رائع جدا يستحق الزيارة، ولكن هذه الشلالات الوصول اليها يحتاج الى جهد ولياقة بدنية، فخليكم معنا وتابعوا كل التفاصيل بإذن الله. Let's go. توكلوا على الله يا اخوة، نمشوا لمكان الشلالات ان شاء الله تكون جولة ممتعة وفيديو موفق. نلبسوا له القفازات. لا ها بابا باور بابا نطلع هذه الطلعة. بسم الله بسم الله. أوه، طلعة صعبة جدا. يلا يا دراجة اتحملي. الدراجات وين ياخذ الدراجات؟ اتوقع من هنا. اوكي اوكي ريما كاسي. اوكي هذا التذاكر يا اخوة، جيبوا تذاكر. الو دو اوران سودا تينيال دي سيني. Saya tinggal di sini. Ada kitas atau apa? Ada. Erni? Mai kitas. Talab mani al-iqama ya ikhwah. Rubama fi farq as-sa'r bain al-ajnabi wal. Kalau belum kitas 75.000. Oke, kalau udah kitas? Kitas masih sama. Oke. Mantap. Kalau udah kitas. Ya. Ada. Ada. Dua-duanya. Ini kitas. Maaf ya. Oke. قررت الإقامة يا إخوة حتى يحسب لي سعر ال سعر يعني مثل الأندونيسيين. ما شاء الله مروا من هذا الجسر. يكررني ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا اخوة قبل شوية عند شراء التذاكر مكتب التذاكر عرض علينا الاخ، عرض علينا مرافق، قال لي رافقكم يوريكم الطريق يساعدكم، فانا قلت له لا ما يحتاج ان شاء الله خير، انا زوجتي بس، وفي نفس الوقت اقل مصاريف لان المرافق ربما يعني لازم تدفعوا له يعني مبلغ معين. ويا اخوة هذا الماء اتوقع نازل من الشلال، ما شاء الله منظر جميل. وهذا كذلك، هذا يا اخوة كافي مطعم في هنا يا اخوة، شلال رقم 7، وهذا طريق رقم 5. احنا نمشي لشلال رقم 7 بعدين نتجه من طريق اخر. Good morning مستر. يلا. وهذه حديقة الفراشات الظاهر يا اخوة، مش عارف فتحينها ولا. إني بوكا؟ بوكا بوكا بوكا. أوكي مفتوحة، يلا نكتشفوها. طلع الفراشات شوفوا وش عندهم. فاز بسم الله. أوكي
ما شاء الله. ارني. اوكي. هذه الحديقة والله فيها فراشات يا اخوة. السلام عليكم. ما شاء الله في فراشة يا اخوة. ما شاء الله ما شاء الله. ارني هات. ارني ارني. شوفوا يا اخو ما شاء الله والله فراشة طيبة هذه. تسمع الكلام تعود على الناس. يلا طير. واحد اثنين طير. واحد اثنين اوبا. على السلامة. هذا مكان اكلهم يا اخوة طبعا عاطينهم اكل. شوفوا ما شاء الله اتوقع حاطين عليه عسل وبعض الزهور. او برتي دي اكلو بروسيسنيا setelah telur ulat ulat وبارو لو كان بامبو انت بدا 40 hari baru jadi kupu-kupu. اوكي شوفوا يا اخو بعد مرحله طبعا اول شيء بيض بيضه يعني بعدها تصبح هكذا مثل الدود سبحان الله وبعدها يا اخوه يضعوها هنا لمده 40 يوم تصبح فرش. طيب يا اخوة نوصل الطريق كما شفتوا قبل شوي حديقة الفراشات ما شاء الله. الان نوصل الطريق الى الشلال. وهذه خيمة يا اخوة ظهرنا ممكن كذلك التخييم هنا. وهذا المصلى الجميل يا اخوة موجود في هذا المكان. شوفوا يا اخوة هذه الخيمة مسوينها من البامبو اتوقع. اني بامبو ارني. ما شاء الله. هذه موفرينها اذا كنت تحبوا تأجروا. 500,000 روبية يا اخوة. سألتم علامة يا. 500,000 روبية لليلة. ادا ليستريك ادا عير ادا كمر مندي. فيها كهرباء حمام الماء. موفر يعني فيها. الثعلب الطائر يا اخوة فلاينج فوكس. اقصى وزن 500 كيلو. ما شاء الله. انا قجل. هل في اتوقع ما فيش انسان يوصل 500 كيلو. وهذه كلها خيمات يا اخوة. ناس خيمة. وعندهم كذلك يا اخوة مكان للرماية. ولكن الظاهر انه مغلق تتوب يا. النعل الخيمة يا اخوة. عندهم خيمة ولا لا؟ يعني عندكم اختيارين يعني موفرين هم موفرين خيمات وكذلك تحبوا تجيبوا خيمة من عندكم كذلك ممكن. نرتاح شوي يا اخوة فوق هذه الصخرة ونوصل الطريق ان شاء الله. اوكي يا اخوة قربنا نوصل الشلال رقم 7 اللي هو اقرب شلال. وطبعا كنت اتحدث مع الرجل يا اخوة قال لي بالنسبة للشلال رقم الشلال رقم 2 ورقم 1 قال لي الطريق صعب قال لي لازم يكون معك مرافق قال لي ممكن وحدك ما تقدرش تعرف الطريق فمش عارفين خلينا نشوف كيف تكون الأمور. وهذا الشلال رقم 7 يا اخوة وصلنا له الحمد لله ما شاء الله وصلنا للشلال يا اخوة شلال رقم 7 كاتبين حتى باللغة العربية طبعا. ما شاء الله يا اخوان شلال جميل ومنظر رائع. ما شاء الله طريق صعب يا اخوة. نزلنا طالعين هذا الشباب مأزلين. ايه
إن شاء الله يا أخوة زلنا موصلين الصعود اتجاهنا للشلة رقم 5 و6. قبل شوي كنا الشلة رقم 7. طريق صعب. ألو Hello guys. Hello. 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 Hello brother. Mantap ke atas ya sini. Oke. ما شاء الله. ارتاحوا شوي يا اخوان. واصلوا طبعا لازم ترتاحوا حتى باش ما تتعبوش تضغطوش على انفسكم. بصراحة يا اخوان بديت اتعب. انا مش متعود على تسلق الجبال. طبعا عبارة جبل يعني متسلقين جبل ولكن مهيئينه يعني. كان عجبكم الفيديو يا اخوة سيش اعطونا لايك اشتركوا في القناة وانشروا هذا الفيديو. هذا الشباب نازلين ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. تعبت يا اخوة. الطريق مازال طويل. نحاول نكمله ان شاء الله. يلا ليتس جو. الحمد لله يا اخوة. الحمد لله الطريق اصبح في وضع نزول. احنا الان نازلين ان شاء الله. قبل شوي صعود. الصعود صعب جدا. طبعا النزول اسهل. الحمد لله يا اخوة وصلنا لشهر رقم 5 ان شاء الله. الظاهر ان هذا هو رقم 5. الله يا اخوة. كيف الحال؟ الحمد لله. تكلموا اللغة العربية؟ الحمد لله أنا أستطيع أن أتكلم بالعربية. ما شاء الله. طلاب في المدرسة؟ في المدرسة في الميجا مندوب. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله جزاكم الله خير. موفقين ان شاء الله. الحمد لله وجدنا المكان يا اخوة نرتاحوا فيه. هذا مقهى صغير عندهم شاي قهوة. السلام عليكم. السلام. أكبر. الحمد لله. أدا منوم؟ منوم أدا. كوفي؟ ايه كابتشينو. هذا كوفي بلاك كوفي. كوفي تام. كوفي تام. متجهين نحو الشلال رقم 4 يا اخوة. ان شاء الله. هاتي 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 هاتي. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بالشباب. كيف الحال؟ الحمد لله. الشباب يتكلموا العربي. ما شاء الله. هاتي 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 هاتي. بس يجاوب؟ اوكي. تفضل تفضل. ما شاء الله. شوف هذا الطريق يا اخو مليء بالصخور. مش مر عليه ان شاء الله نطلع للشلال رقم افارينا مرتبه امباتيا.
الحمد لله. ما شاء الله يا أخوة، الطريق كله صخور، شوف الصخرة هذه. والله تجربة رائعة يا أخوة، ما شاء الله. ولكن الطريق خطير، انتبهوا انتبهوا من الصخور ويكونوا مركزين. رجع رجع لبلادي عبر الجبال، رجع رجع لبلادي عبر البحار، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، فنحيا هنا سوف نحيا. اللي جرب تجربة مثل هذه يكتب لي في التعليقات يا أخوة. وهذا الشلال رقم 4 يا أخوة، إن شاء الله. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أوبا، شلال صغير طبعا. شفتوا الشلال قبل شوي يا أخوة، شلال رقم 5. الماء نازل من هنا يا أخوة، من هذه الحافة، سبحان الله. القرى شوفوا ما شاء الله، احنا في ضيافتك اليوم. على فكرة يا أخوة، قبل شوي كنت أتحدث مع الرجل اللي بيع القهوة، قال الشلال رقم 6 والشلال رقم الحمد رسول الله رقم 1 مسكرين، قال يعني الطريق اللي يودي الطريق اللي يوصل للشلال رقم 6 والشلال رقم 1 مسكرينهم. فاحنا اليوم زرنا الشلال رقم 7 وزرنا الشلال رقم 5 ورقم 4، تبقى الشلال رقم 3 و2 لازم بالقايد. ما شاء الله يا أخوة الماء بارد، والله شعور رائع، الحمد لله. طيب يا أخوة، نحن الآن في مرحلة النزول، نازلين طبعا راجعين. إن شاء الله توفقت في هذا الفيديو، حاولت نصور لكم قدر الإمكان. اتوقع هذه شجرة القهوة يا اخو، سبحان الله. اني كوفي بو كان كوفي بودا ميراتي قهوة يا اخو، شجرة القهوة، شوف سبحان الله. هذه القهوة يا اخو، شوف الطريق يا اخو، ما شاء الله. الحمد لله يا اخوة قربنا نوصله. طيب يا اخوة، كان عجبكم فيديو اليوم، لا تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو، ان شاء الله يكون فيديو مفيد وممتع. جزاكم الله خير، تقابلوا ان شاء الله في لقاءات جديدة، فيديوهات جديدة. كان معكم اخوكم معز تونسي، حييكم من اندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.